17 مين اللي لسه عايشة في 2017 دي؟ أثيوبيا، أسيل مين؟ بس يا بس أثيوبيا، أثيوبيا من أثيوبيا أثيوبيا، مالها؟ بس أسر الحرب يا مس. أثيوبيا الحرف. تعالوا بقى نكمل يلا. الحاسوبة السحابية ده نموذج لتقديم الخدمات الرقمية عبر الإنترنت زي خدمة التخزين السحابي أو التخزين الحاسوبي، ودي تخزين الملفات والمجلدات عبر الإنترنت. احنا قلناها اتكلمنا فيها قبل كده، احنا بنخزن على السحابة. خدمات خدمة البرمجيات اللي هي التطبيقات عبر الإنترنت، ودي متاحة استخدام التطبيقات عبر الإنترنت، نقدر نستخدم التطبيقات وبتكون متخزنة على الإنترنت. خدمة مشاركة المصادر الإلكترونية زي مشاركة الملفات وتبادلها مع الآخرين عبر شبكة إنترنت، بنبعت التطبيقات لبعض، يعني نقدر نشغل تطبيقات، نقدر نبعت تطبيقات لبعض، نقدر نخزن الملفات. فوائد الحاسوبة الحسابية: إنها سهلة الوصول لخدمة الحاسوبة السحابية دون الحاجة إلى امتلاك جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول ذات مواصفات عالية، يعني مش شرط يكون المواصفات بتاعة التليفون بتاعنا تكون مواصفاته عالية جدا، لا، هي بتشتغل مع أي تليفون، سواء مكوناته مادية أو برمجية، يعني مفيش أي مشكلة في الموضوع. كمان سهلة إن أنت تقدر يعني أنت لما بتبقى عارف الباسورد بتاعك والإيميل بتاعك تقدر تفتح من، يعني أنت مثلا لو مخزن ملفات على الحاسوبة الحسابية دي أو صور أو فيديوهات وتليفونك اتسرق وأنت عارف اسم الباسورد والرقم البريد بتاعك اللي هو لا الجيميل بتاعك، الجيميل الايميل بتاعك والباسورد، تقدر تفتحه من اي تليفون تاني، يعني تفتح اي تليفون تاني وتروح جاي مرجع الصور والفيديوهات والملفات بتاعتك والكلام ده، فما فيش حاجة فيها بتروح، يعني من الحاجات اللطيفة جدا. قلنا كمان نوافذ الخدمة يمكن استخدام الدخول على بيانات وملفات وتطبيقات من اي مكان تتوفر فيه خدمة الانترنت، اهو ان انت تقدر ان انت تفتح من اي جهاز تاني وتدخل تشوف البيانات بتاعتك، مش شرط من تليفونك، بس بشرط تكون عارف الايميل والباسورد. تخفيض التكاليف المادية: ليس هناك حاجة الا شراء تراخيص البرمجة اللي هو السوفت وير، ليس هناك حاجة الا شراء مكونات مادية ذات مواصفات عالية، يعني الموضوع مش مكلف. عايز اقولك الموضوع مش مكلف خالص، مفهوش فلوس اصلا. مشاركة المصادر الرقمية مع الاخرين. التخزين السحابي هو نموذج لتقديم خدمة نقط عبر الإنترنت، خدمات رقمية اجتماعية نصية حسابية. جاوب ما شاء الله، الله أكبر. نيجي نجاوب بس ما لكوش صوت. عفوا يا أستاذ، التخزين السحابي هو نموذج لتقديم خدمات نقط عبر الإنترنت. بس انت عايزة مين يجاوب يا مس؟ كله؟ خدمات حسابية مين اللي يجاوب يا مس؟ كلنا رقمية ولا مش رقمية. رقمية تمكنك الحاسوبة السحابية من الدخول إلى ملفاتك من أي مكان يتوفر فيه. جهاز كمبيوتر. لا ما انا لو شايف الاجابات كويس خدمة الإنترنت، خدمة الانترنت، صح، لان مش شرط يكون معاك جهاز كمبيوتر، ممكن يكون معاك تليفون ومعاك انترنت عادي هتفتح وتدخل. مجالات استخدام سألت الحاسوبة عن انا والله السحابية، مش شايف الاجابات كويس. انت كده بتخصص لي جهاز واحد، لا انا ممكن نستخدم اي جهاز عادي. مجالات استخدام الحاسوبة السحابية في الحياة اليومية: بعض الامثلة على مجالات استخدام الحاسوبة الحسابية في الحياة اليومية: التواصل، بريد الكتروني، استخدم بريد الكتروني السحابي زي الجيميل والاوتلوك والياهو، الياهو ميل بشكل يومي، التواصل مع العائلة والأصدقاء والزملاء. تمام، كل ده برضو نقدر إن احنا نحفظهم على الحاسوبة الحسابية السحابية، سوري. شبكات التواصل الاجتماعي: تتواصل مع الآخرين ومنشارك المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك، تويتر، والإنستجرام. خدمات المراسلة: نستخدم تطبيقات المراسلة زي الواتساب والتليجرام. خلاص، ما عادش حد ما بيستخدمش الواتساب والتليجرام، كل الناس بتستخدمه، يعني مفيش تطبيقات تانية زيهم دلوقتي أحسن مش منهم. حضر مس ولا لا حضرتك مش مشايرة حالة
ازاي الشير يعني؟ موجود عبود. انت كمان الشير الشير مش ظاهر موجود. عندك ولا كاميرا ولا شير؟ لما صلى على النبي. طب بص طب بس طب اقول لك طب حاجه، انا اعمل بس اعمل عبد الله تمليشن اضغط على اسم جواب. الناس اللي فوق، لو انت داخل على اللاب اضغط على اسم الناس اللي فوق. عبد الله اعمل تحديث للبرامج بعد ما تقفل معايا. تمام ماشي. وبعدين نشوف لو المشكلة اتحلت يبقى كده البرامج بتاعتك عايزة تتحدث، ما انا حدثت وما الزوم يا اتحلتش مس، على يبقى نشوف فكرة والله الاعدادات حدثت بتاعتك. الزوم، ايه حدثت يا مس. ده حتى يا مس علامة الخروج يا مس بيحط شخص وقدامه باب ويطلع. يبقى هي دي المشكلة، ان انت حدثته متحدثه ليه يا عبد الله؟ يعني يا مس حضرتك قلت لي حدث، قلت لي مشكلة دي اتحدثته. ايوه انت لما حدثته انت غيرت الاعدادات اللي موجوده فيه. هقول لك انا هبعت لك الاعدادات بتاعه الكاميرا عشان تفتحها، واقول لك تختار ايه، هعمل لك سكرين شوت من عندي. خلاص انا ماشي إيه بس وشوف وشوف اللي انا هبعته لك ده انت عامله بالظبط ولا لا، اللي المختلف فيه اعمله. تمام. التخزين الحاسوبي، خدمات تخزين الملفات، بتستخدم خدمات زي الجوجل درايف والوان درايف، هو اللي انا بقول لكم عليه ان احنا بنخزن عليه بقى البيانات، بتحفظ عليه بقى الملفات، الصور، الفيديوهات، كل الكلام ده بتحافظ على الجوجل درايف. وتقدر بقى ان انت من اي مكان تاني، او لو معكش نفس الجهاز اصلا، جهازك اتسرق، باظ، اتحرق، اي حاجة، بتقدر ان انت تفتحه من اي جهاز تاني، تكتب الايميل والباسورد، هتلاقي دخلت على الجوجل درايف بتاعك او الوان درايف، وات ايفر يعني انت مستخدم ايه فيهم، وهتلاقي كل الملفات بتاعتك موجوده لتخزين الملفات ومشاركتها والوصول اليها في اي وقت ومن اي مكان. نسخ البيانات احتياطيا، نسخ خدمات النسخ الاحتياطي السحابي على طول كده، وانت لما بتيجي حتى بتستخدم الواتساب يقول لك انت عايز تعمل نسخه احتياطيه، انت بتقبل او بترفض، او بياناتك الصور مثلا يقول لك انت عايز تعمل نسخه احتياطيه للصور او فيديوهاتك او ملفاتك، انت بقى على حسب ما انت عايز، عايز تقبل او بترفض دي براحتك. لحمايه يا مس بياناتك بس من على فكرة فقدانها، والاحسن طبعا ان انت تعمل لها نسخه احتياطيه، عشان لما مثلا الواتساب ممكن يقفل في اي وقت، تيجي تفتحه تاني او تقفله من جهاز وتفتحه في جهاز تاني فيرجع لك كل البيانات اللي كانت متخزنه. لو لو سمحت انت مس، مش أنا لو عامل بقى عاوز نسخه أعمل احتياطيه ما نسخ بترجعش. ايه طب لو سمحت مس، لو أنا عاوز أعمل نسخ بيانات لكل البيانات اللي على التليفون أعملها إزاي؟ انت بتعمل نسخ من على الـ من على الدرايف، من على الـ من على الـ كل المصادر البيانات، كل بتاعتك. البيانات اللي على التطبيقات بتعمل كلها، لكل البيانات اللي موجودة، من على التطبيقات كلها كله بقى تعمل كله إزاي نسخ بقى؟ احتياطي، هاوز بتعمل نسخ احتياطي. هبقى اعملها لك دي في فيديو تاني بقى، هعملها لك في حلقة تانية، عايزة كل وش مرة يعني. حضرتك ثانية مش مش عايز بتسألني في حاجات، ما احنا ما انت حصتكم صغيرة. طيب طيب ايه كانت لحظة يا مس، بص عندي مكتوب فيه النسخة الاحتياطي في مساحة تخزين جوجل، نسخة احتياطي لرسائلك ايوه موجودة في الجوجل فعلا، تخش على الجوجل انت بتبقى عامل طبعا الايميل والباسورد بتاعك، بتدخل تمام وبتعمل نسخ احتياطي للبيانات اللي موجودة عندك على الجهاز من الجوجل درايف تمام. او من جوجل عموما. لما بتدخل على الجوجل عموما بيبقى عندك في حاجة اسمها اعدادات كده فوق، تدخل على الاعدادات دي هتلاقي مكتوب نسخ احتياطي، تعمل بقى نسخ احتياطي لكل الملفات اللي عندك وشوفها كده، لو معرفتش قول لي، هقول لك طريقة تانية. ماشي. لحماية بياناتك من فقدانها، ما عرفش يا في شمس، حال معرفتش، وانت الحياة انا يا مش حمود. عارف اعملها ازاي اصلا. طيب انا هبقى اعمل لك شير واوريك. لحماية بياناتك تمام من فقدانها في حال حدوث اي تلف في اجهزة في الاجهزة بتاعتك، يعني لو حصل اي حاجة زي ما قلت لك، الجهاز اتحرق، الجهاز باظ، الجهاز ولع، الجهاز على اتسرق، قدر الله. اي حاجة، نعرف نرجع البيانات اللي راحت تاني. ماشي. انتاج المشاريع باستخدام برامج معالجة النصوص، بتستخدم برامج معالجة النصوص السحابية زي الجوجل دوسك. عندنا برامج معالجة النصوص بتستخدم، ماشي، وعندنا كمان المايكروسوفت وورد اونلاين لانشاء مثلا وتحرير جهاز زعل الخدمات وهنج اهو. ومشاركتها مع الاخرين. الوورد طبعا احنا عارفين ان احنا بنكتب عليه، فهو بيقول لك انشاء مستندات، يعني انت بتكتب الملفات بتاعتك، والمستند ده اللي هو
زي اللي احنا بنقرأه ده، بس ده كتاب بقى احنا مشهورين. لكن المستند بقى بتعمل مستندات، بتعمل بقى ملفات خاصة بيك أو خاصة بالمادة بتاعتك أو خاصة بشغلك زي ما انت عايز. بس هو الوورد أكتر حاجة بنستخدمه. تحرير يعني بنعالج، يعني بنعدل. كلمة تحرير يعني بنعدل، بنعدل البيانات. يعني عايز أشيل جزء أحط جزء، أمسح كلمة أحط كلمة تانية، أضيف صورة، أضيف ملف زي ما أنا عايز. دي معنى كلمة تحرير. جداول البيانات بتستخدم جداول البيانات السحابية زي الجوجل شيتس، وعندنا كمان المايكروسوفت إكسل. الإكسل طبعا ده أكتر حاجة معروفة، اللي هو بتاع جداول البيانات اللي هو بنحسب عليه. أي حاجة خاصة بالحسابات، بالجمع، بالطرح، بالجداول، بنختار الإكسل على طول. دي طبعا انتوا عارفينها يعني. وبينظم لك البيانات بتاعتك وبيحللها وبيعمل لك رسوم بيانية، كل ده الإكسل. لكن الوورد بنكتب وبنعمل تحرير للكتاب. التعليم، منصات التعليم الإلكتروني بتستخدم للوصول إلى المواد التعليمية والتفاعل مع المعلمين والطلاب، زي منصة وزارة التربية والتعليم. ماشي. أدوات التعامل، التعاون، بتستخدم أدوات التعاون السحابية زي الجوجل تيمز، مايكروسوفت تيمز. ده زي تيمز دوت زي الزوم كده. والجوجل كلاس روم ده برضو زي الزوم كده. ده التيمز ده يعني بيبقى لطيف جدا برضو، يعني في ناس كتير بتشتغل عليه بدل الزوم، بيدخلوا برضو يعملوا ميتنج عليه. وبرضو اللي هو كلاس روم نفس القصة بالظبط، العمل على المشاريع والمهام مع الآخرين، كل الناس بتضاف ليه وبيقعدوا ان هم بقى يعملوا ميتنج زي ما احنا بنعمل كده بالظبط. الترفيه، خدمات بث الفيديو، نستمتع بمشاهدة الأفلام والبرامج التلفزيونية والبرامج على خدمات بث الفيديو زي اليوتيوب. ألعاب الفيديو، بنلعب ألعاب الفيديو عبر الإنترنت على منصات السحابية برضو. خدمات الموسيقى السحابية، كل ده تقدر إن أنت تشغله على التخزين السحابي عادي جدا. مجالات أخرى، التسوق الإلكتروني، تسوق من خلال مواقع التجارية الإلكترونية. الحاجات دي كلها أنتوا عارفينها، إن احنا بنشتري من خلال الإنترنت والكلام ده كله. خدمات المصرفية عبر الإنترنت، بنستخدم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لتحويل الأموال ودفع الفواتير. خدمات الرعاية الصحية، بستخدم الحاسوبة السحابية لتخزين السجلات الطبية. فاهمين حاجة؟ ايوه يا مس، ايوه يا مس، ايوه. طب نستخدم ايه العمل على المشاريع والمهام مع الآخرين؟ ما سمعتش ولا كده. نستخدم ايه للعمل مع على المشاريع والمهام مع الآخرين؟ مع تطبيق على اللاب يعني ايه البرامج اللي بستخدمها عشان باوربوينت، ايه؟ الباوربوينت او الاكسل، وورد اكسل. لا، بيقول لك والمهام مع الآخرين. جوجل تيمز، صح، مايكروسوفت تيمز والكلاس روم، جوجل كلاس روم. يمكن استخدام نقط بشكل يومي للوصول مع العائلة والأصدقاء والزملاء. مش هروح حضرتك تكبريها شوية عشان أنا مش شايف. لا، مش هكبر. ما برضه هي اهو، جوجل تيمز. كده أسوأ، مش شايف خالص. كده أسوأ. فاهم؟ ده هي برضه مش جوجل تيمز. لا، عندك الياهو ميل والجميل والأوتلوك، التواصل مع العائلة والأصدقاء والزملاء. عرفتوا بقى الأسئلة بتيجي إزاي؟ لازم تركزوا. يبقى تمام. التواصل مع العائلة والأصدقاء والزملاء، عندك الياهو ميل والجميل والأوتلوك. عندنا شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستجرام. عندنا
تواصل ومشاركة الملفات والصور. لما يجي يقول لك مشاركة الملفات والصور هتختار الواتساب أو التليجرام. الواتساب أو التليجرام ماشي. لتحرير المستندات طبعا دي عارفينها، الوورد، للرسوم البيانية والجداول الإكسل. قلنا كمان أهو المشاريع بقى والمهام مع الآخرين، الكلاس روم أو التيمز. عندنا الفيديو بقى اللي هو بتاع الملفات، اليوتيوب طبعا بس المباشر. بس كده تمام، فهمتوا؟ اتركزت يعني، فهمتوا كل واحد المهام بتاعته ايه عشان لما يجي يسألنا. ان شاء الله. ان شاء الله. والله وانت هو في انا ليه مجالك حاسه ان تمام. انا بختلف في الحصه؟ مش عارف، انا حاسه كده برضه، هما ناموا ولا راحوا فين؟ وانتوا مش فاهمين نعيد تاني؟ اصل انتوا مفيش اي لا رياكشن مش يعني، ولا فاهمين ولا مش المايك فاهمين، مش بيعلق عارفه في شويه، ايه. ايه فاهم يا مس؟ بس المايك بيعلق شويه، معلم ده الحصه. الصوت بيعلق فعلا. انا الصوت عندي فيه مشكله. هو علشان احنا من يا مس، عنده هو بس من عنده هو. علشان احنا يا مس عيال هاديين ومؤدبين يا مس، فمش ما انا عايزين مستغربة يعني، سبحان الله سبحان الله عن هدوء النهاردة يعني. يعني احنا الأولى بس سبحانه. مش الثانية. لا معلش، ما اسمحلكش، ما اسمحلكش يا احنا محمد، مقدمين برو ماكس مش مقدمين نت. احنا مقدمين بنسبة عالية لو سمحت. تمام أوي تمام أوي. عندي دي يا يا سمية، مس معلش. ماشي، نعم. ممكن تجيب 40,000 جنيه عشان أعمل صفحة على الويب؟ انا لو معايا 40,000 جنيه وربنا ما هدخل لكم الحصص دي اصلا. تسلم يا مس. انا هاخد بعضي واسافر. البابا مش صريحة أوي يلا يا مس، صريحة أوي ايه يا مس، فعلا مش صراحة صريحة. قوي اهم حاجة أكذب الصراحة. يعني؟ يلا تعالوا نكمل. معالجة البيانات وتخزينها في الحاسوبة السحابية. تعتمد معالجة البيانات وتخزينها في الحاسوبة السحابية على بنية تحتية ضخمة، ويمكن تلخيص خطوات معالجة البيانات وتخزينها في الحاسوبة في التالي: جمع البيانات من مصادر مختلفة، نقل البيانات لمراكز البيانات السحابية. عندنا كمان معالجة البيانات في مراكز البيانات السحابية من خلال خوادم الكمبيوتر اللي هو السيرفرز، بتكون قوية. تخزين البيانات، بيتم تخزين البيانات على وحدات تخزين عالية السعة في مراكز البيانات السحابية. إدارة البيانات، بيتم إدارة البيانات بواسطة أنظمة إدارة قواعد البيانات في مراكز البيانات السحابية. الوصول لبيانات، يمكن الوصول إلى البيانات من قبل المستخدمين والتطبيقات من خلال الإنترنت. يبقى بنقدر نجمع البيانات، بنقدر ننقل البيانات نفسها، بنقدر نعالجها لو محتاجة إن هي معالجة، بنقدر نخزنها في المكان، بنقدر نعمل إدارة للبيانات بتنظمها وبتحط بقى زي ما انت عايز، بتحط الأول والتاني وهكذا. الوصول للبيانات بسهولة، تقدر انت توصل لها بكل سهولة. يبقى دي معالجة البيانات وتخزينها في الحاسوبة السحابية. تقدر تعالج كل الحاجات دي ان انت بتنظمها بمزاجك او بتعملها زي ما انت عايز. متطلبات يجب توفرها للحصول على خدمات الحاسوبة السحابية: جهاز كمبيوتر او هاتف محمول طبعا، لازم يكون عندنا متصفح انترنت او التطبيق، الاتصال بالشبكة، عمل حساب على لدى احد موفري خدمات الحاسوب. اشهر موفري مزودي خدمات الحاسوب السحابية الامازون، وعندنا المايكروسوفت اذر، وعندنا الجوجل كلود. جوجل امس ايه جوجل ايه استنى عشان مش باين عندي كلاود. ده شال لوحده اهو. بس طب يعني هي ليه يعني
أماني داخل البلدان مع ذلك اسلام صغير البتاع قوي. مش باين. صغيرة جدا. طيب ليه بقى؟ ما السبب؟ طيب المشكلة انت لو فهمت الجزء ده؟ طيب ولا نعيد تاني؟ تخزين البيانات يتم تخزين البيانات على وحدات تخزين عالية السعة في مراكز البيانات السحابية. ورقم 5 إدارة البيانات، يتم إدارة البيانات بواسطة أنظمة إدارية قواعد البيانات في مراكز البيانات السحابية. رقم 6 الوصول إلى بيانات، الوصول إلى البيانات، ويمكن الوصول إلى البيانات من قبل المستخدمين والتطبيقات من خلال الإنترنت. أكمل أمس؟ لا خلاص، يلا يا ماري. مش كان نفسي؟ متطلبات يجب توفرها للحصول على خدمات الحسابات السحابية: أول حاجة جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول، متصفح إنترنت أو تطبيق، الاتصال بالشبكة الإنترنت، عمل حساب لدى أحد موفري خدمات الحسابات. نكمل. ماشي. أشهر موفري مزودي خدمات الحسوب السحابية: أمازون ويب سيرفيس، مايكروسوفت أزور، جوجل كود بلاتفورم. تمام. يلا يا عمر. أقرأ يا مس أني. أنا قول عندي بقى معالجة البيانات وتخزينها. معالجة البيانات وتخزينها في الحوسبة السحابية. تعتمد معالجة البيانات وتخزينها في الحوسبة السحابية على بنية تحتية ضخمة، ويمكن تلخيص خطوات معالجة البيانات وتخزينها في الحوسبة في التالي: جمع البيانات من مصادر مختلفة، نقل البيانات إلى مراكز البيانات السحابية، معالجة البيانات في مراكز البيانات السحابية من خلال خوادم الكمبيوتر سيرفرز قوية، تخزين البيانات يتم تخزين البيانات على وحدة التخزين عالية السعة في مراكز البيانات السحابية، إدارة البيانات يتم إدارة البيانات بواسطة أنظمة إدارة قواعد البيانات في مراكز البيانات السحابية. الوصول إلى البيانات: يمكن الوصول إلى البيانات من قبل المستخدمين والتطبيقات من خلال الإنترنت. اوكي، برافو. فهمتوا يا شباب؟ في حد مش فاهم حاجة في الدرس؟